حتى المشاريع الخدمية في محافظة نينوى بدأت تحذو حذو المال السياسي في البرامج الانتخابية، ومجسر سيدتي الجميلة في أيسر الموصل أحد الشواهد على ذلك، فقد تم إنجاز العمل فيه قبيل آذار الماضي ليكون افتتاحه بعد أكثر من شهر من تاريخ الإنجاز. حقيقة نحن نتابع عمل هذا الجسر منذ فترة ليست بالقصيرة، وتم يعني أساس قيل أنه سيتم افتتاحه في الأول من آذار عندما تم افتتاح جسر العتيقة وجسر الحديد القديم، ولكن تأخر افتتاحه لأسباب قد تكون من ضمن الحملة الانتخابية، حيث أن بعض أعضاء مجلس النواب أو السادة المسؤولين أرادوها أن تكون حملة انتخابية وافتتاح هذا الجسر. إعادة تأهيل الجسر بكوادر شركة ضفاف الرافدين العراقية بدعم وتمويل من قبل منظمة اليو ان دي بي الذي يربط بين منطقتي الزهور والمثنى الحيويتين في الضفة اليسرى من الموصل. هذا الجسر الذي يعتبر أول جسر كونكريت يتم إعادة أعماله في مدينة الموصل بعد تحرير المدينة من براثن داعش المجرمين. الحمد لله التنفيذ كان من قبل شركة ضفاف الرافدين وبشكل ممتاز جدا وبشهادة الجميع، وكان العمل بدعم من منظمة الأمم المتحدة للماء اليو ان دي بي. مشروع ماء الزهور في المدينة الذي تم افتتاحه اليوم وقد مر على تحرير الجانب الأيسر عام ونصف، وتوافد المسؤولين وحتى الكبار منهم لافتتاح المشاريع المنجزة وإن تكبدوا مشقة وعناء المسافات التي يقطعوها. الحمد لله ساهمنا في إعادة الحياة وإيصال الماء إلى مدينة الموصل في الجانب الأيسر. عسى أن تكون هذه الصحوة في إنجاز المشاريع بادرة خير تصب لصالح المواطنين الذين عانوا ما عانوا بتلكؤها، وأن يكون سعيهم مشكوراً لمدينة ماتت وتنتظر من يحييها. الجسر صار له تقريباً شهر من كمل، ولحد اليوم يلا فتحوه، فما ندري هل هي دعاية انتخابية لو لفحص الجسر. فحصوه قبل أسبوع، قبل 10 أيام فحصوه وهم أجلوها، زين فما ندري. هاي المعنى بقلب الشاعر. المعنى في قلب الشاعر، والأصح بقلب المسؤول عن تأخير افتتاح المشاريع المنجزة، وآخرها مجسر سيدتي الجميلة الذي سمي بالجسر المنتظر، وبعض الأسماء الأخرى. أحمد حديد من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.